تمام اوكي. طيب على ما يرفع الداتا، حاولوا تفكروا مع بعض ايه اللي ممكن نستخدم زي البيم في تحقيق الاستدامة، وازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة. يعني ازاي دكتور الصوت بيقطع تقريبا. ممكن يكون النت عندي ضعيف شوية. طيب انا هدخل هنا على الحساب بتاع الجرين بيلدينج ستوديو. طيب هقول له ساين ان. طيب حد افتكر الموقع دوت ولا اول مرة نشوفه؟ طيب هنا هقول له ايه، لو انت عايز تشتغل على حاجه اسمها انسايت هتفتحه هنا، ده برنامج الانسايت ستارت ناو. الجرين بيلدينج ستوديو هيديني الملف اللي انا اقدر افتحه في اي برنامج من برامج الاستدامة. يعني لو انت عايز تروح للإكويست هيديك ملف اللي تفتحه على الإكويست، عايز تروح لأوبن ستوديو برضه هيديك الملف اللي تفتحه لأوبن ستوديو. برامج الاستدامة كلها بتاخد الملفات بتاعتها من جرين بيلدينج ستوديو عادي. طيب خلينا نشوف كده، ده الملف اهوت. طيب انا عشان اشتغل صح لازم اديله ملف اسمه جي بي اكس ام ال. ادي له الملف ده منين؟ هاجي هنا واقول له فايل واقول له اكسبورت واصدر المشروع بتاعي جي بي اكس ام ال. تمام، بيقول لي انت عايز بيلدنج اليمنت ولا روم اند سبيس ولا كونسبشوال ماس، حسب بقى انت مركز على ايه. فانا اقول له بيلدنج اليمنت وابدا اصدر الملف بتاعي دوت على الفولدر اللي اسمه دوكومنتس باسم المشروع. طيب خلينا بقى نروح هنا اختار بقى المشروع بتاعي. انا رفعت ملف واحد بس، هو بقى من الملف ده بدا يعمل لي دراسات، بياخد كل جزء من المبنى ويبدا يعمل له دراسه بتاعته ويشوف لو انا غيرت نوع ازاز معين هيوفر معايا قد ايه الكتريكال كوست، هيبدا يجيب لي التكلفه والتوفير، ولو انا استخدمت فويل كوست هتبقى قد ايه، والتوتال انوال كوست قد ايه، والتوتال دراسه لكل حاجه في المشروع. طيب انا هقول له بقى اكشن واقول له انا عايز اعمل ابلود للجي بي اكس ام ال، واقول له تشوز فايل واختار الملف اللي انا عايزه. ده ملف جي بي اكس ام ال، لما تيجي تفتحه تلاقيه عباره عن شفره، لكن البرامج بتاعت الاستدامه والبرامج بتاعت البيم بتفهمه. لو احنا عايزين نفتحه صح ممكن تفتحه، هو يفتح اهوت على ملف الوورد باد. تمام، لو ركزت فيها تقدر تفهمه، يعني مثلا قال لك اللوكيشن ده جزء بتاع اللوكيشن، هنا البيلدنج تايب اوفيس. تمام، الاريا بيبدا بقى يجيب لك الاريا بتاع كل حاجه، فهو ملف سهل ان هو يتقري للبرامج. طيب هقول له اوبن واقول له ابلود، هيبدا يرفع الملف دوت بحيث ان النتائج تطلع مظبوطه ودقيقه بشكل عالي جدا. يبقى انا بصدر برفع المعلومات من الجرين بيلدينج ستوديو زي ما شفنا في الريفت،
وفي نفس الوقت بصدر الملف الجي بي اكس ام ال، فده بيدي لي توثيق للداتا. بص، هو انا بيعمل ران ستيت، بيعمل دراسه ليها، وهيبدا ان هو يعمل دراسه بحيث ان هو يعرف بشكل المبنى، بشكل كل غرفه التكلفه هتبقى قد ايه، تكلفه الاستهلاك في المبنى. طبعا ده البيس. ممكن احنا نعمل حاجه اسمها الترناتيف، يعني نغير في التصميم بحيث ما عندنا حلول واقتراحات تانية.